صباح الخير للجميع، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تشاهدونا هذا الصباح. مطبخنا اليوم بقيادة شيف لبنى وردة، هي وردة والله وردة هيك بابتسامتها وبالأشياء الحلوة اللي بتجيب لنا إياها دائما وبتعلمنا إياها دائما. اليوم ستيك بالحمص والزيتون المهروس، صح مرة واحدة. صح كلام كبير، صح كلام كبير قوي. صباح الخير يا لبنى، اهلا وسهلا فيك حبيبتي. واحنا فعلا موسم صيف، يعني انت اشرتي وفعلا اشارتك صحيحه انه احنا صيف، وهلا يعني الناس بتحب الاشياء الخفيفه المشويه، صح، اللي فيها خضار اكثر. مزبوط، وعشان في هلا الناس كلها بتشوي، نعم، الجو منيح وبشوي، فبدنا نعمل طريقه للإشي المشوي، يا اللي بتزيد عندك من الشوي يا اوريدي انت شويتيه يكون فريش. كيف نعمل سندويشات لطيفة ومبتكرة كمان، أهم ولطيفة. شيء إنه مبتكرة. طيب يلا هلأ نشوف شو بدنا نعمل. أوكي، بدنا نبلش هلأ قبل ما نحكي شو كيف حتصير. نجيب الحمص اللي بالعادة إحنا بيكون عندنا بحفلاتنا الشواء، يعني نعم أكيد لازم الحمص هاي. بدنا نخلط معه بابريكا حارة. أوكي أوكي، فيها شوية حرورة هاي شوي، لأنه عشان يعطيك الطعم مختلف شوي. تمام. وزعتر ناشف. أوكي يا عيني على النكهات. وزيت زيتون. تمام، هاي الاساس السندويشه، إيه يعني أساس. عشان ما نستعمل مايونيز وما نستعمل الشغلات الدسمه، هاي اخف للصيف صراحه. والحمص صحيح فيه سعرات كمان، بس والله اخف يعني، صح، من المايونيز. بس بتعرفي شو أزكى. ومختلف وفيه شيء شرقي من اكلنا، اورينتال بالضبط. فهلا هون صار لونه احمر من بالضبط، صار احمر وبكون طعمته مختلفه مع الزعتر والبابريكا. هلا هون حطينا الحمص. تمام. هلا تمام بنجيب قطع الستيك المشوي. أوكي. طبعا يكون شويناهم، لو ما طبعاً في جريل نقدر نشويهم في البيت على، صح، ممكن مع المقلاي بتحطي، بس انا بس بتبله ملح وفلفل اسود بس فقط، اللحمه وزيت زيتون شوي وبحطه على الجريل او على المقلاي. بلزم ونقع قبل بوقت من الملح والفلفل؟ لا ما مش ضروري. طيب. بس لازم يكون قبل ما تحطيه على النار حرارته بحراره الغرفه، ما يكون بارد، ما يكون بارد، يكون بنفس طب الحراره. طب شو السر بانه في ستيك بيكون طري وستيك بيضله زي؟ شوفي انواع لحمه. مزبوط، انواع لحمه هلا بفرق بصراحه نوع اللحمه ومن اي جهه. احسن انواع اللحمه للستيك؟ شوفي هلا في عندك كثير تي بون وعندك ريب اي، انا شخصيا بحب الريب اي لانه فيه كثير خطوط، فيه الدهن الصغير اللي بيعطي الطراوه لما ينشوى. فهذا انا بالعربي الريب اي اللي هو شو بيقولوا له، الكتف؟ لا 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 لا، ريب اي، حتى بتروح على السوبر ماركت مكتوب عليه ريب اي، كاتبين عليه ريب اي. هلا الكتاف للشوي الكبير انا بحب افضلهم اكثر، يعني كذا طبيعي لانه بيقولوا لحمه الكتف هي اكثر لحمه بتكون. هلا طبعا اذا بدك تحطي قطعه كبيره او للطبخ انا بستعمل كتاف، كتف، لانه الكتاف فيهم تراوي كثير. مثلا لحم بقري ولا لحم الكتاف خروف اذا انا بستعمل كتاف. والستيك؟ الستيك لا بقري، بقري اكيد. اكيد اكيد بقري. هلا قطعنا الستيك، قبل ما هذا بنجيب قطعه الخبزه. طبعا الخبزه لحالها حكايه لانه انت كانه عملتيها بشكل مبتكر. هذا هذا خبز بتشتري اسمه تشوباتي من اي سوبر ماركت. تشوباتي وهذا كان فيه شويه زيتون اوريدي بالحشوه. من اسمه كانه هندي. It's Italian. Italian bread. Okay. بس اسمه مظبوط كلامك، بيعطي هندي. في زيتون. هلا بنفتحها. ايوه فهلا بنفتحها بنحط اول البيس. اول شيء البيس، بدنا نحط الحمص بالبيس التحتاني. تمام اوكي. تمام. فانت عشان يكون عندنا هلا هون نكهه مختلفه واشياء اللي بنستعملها احنا بالصيف وقت الشوي ووقت الباربيكيو ووقت الهاد. هلا هي هيك بحالتها هاي سندويشه زاكي. بصراحه عن جد عن جد. اللي ما عنده طولة بال، ما عنده هاي الحمص، يعني هاي بحد ذاتها الوصفة اللي فيها بابريكا واللي هو الزعتر الأخضر، هاي وصفة مع لحالها كده لذيذ يعني. وحتى بتستعمل اللي بزيد تحط عليه زيت زيتون وبتغمس وكل شيء تمام. هلا بنوزع الستيك اللي حطينا الستيكات. اوكي ايوه، عشان الواحد يعمل اشياء خارج عن المألوف، كلياتنا بنعمل شوي وشقف وكباب وما بعرف شو، صح بتزهقي، صار الموضوع بزهق يعني. مزبوط كلامك، فهيك اشياء بتغير شوي، خاصه الصغار اللي يعني مية ما بيستوعبوا فكره ياكلوا لحمه هيك، لحمه لما يحطوها مع صوص وخبز مختلفه. تمام. هلا ما بدنا نحط احنا كمان لا خس ولا بندوره، بدنا نحط بدام شاويين شوي بدنا نشوي الفليفله الحمراء. اوكي، وبتعطي طعم مختلف تماما. انا فكرتها بندوره، طلعت فليفله حمراء. فليفله حمراء فن، فن وابداع. كثير طيب، وحتشوفي فرق كثير. سلطان من ورا الكاميرا هيك بعمل، يا سلام يا سلام.
سلطان الداعم الاول. الداعم الاول والمشجع الاول. انا دائما بقول الكاميرا مان هم اللي بيعطوا الفقره يعني لانه صح. اذا كان مثلا مكشر بخليك انت نفسك تتعب، اذا كان نشيط هيك وفرحان بخليك تتحمس اكثر. صح مضبوط كلامك. تحياتنا لكل كادر التصوير في التلفزيون الاردني كلياتهم، كلهم صراحة كادر لطيفين. متميز كلهم لطيفين وبكل جدا بكل مكان كل البرامج، يسعدهم ويعطيهم العافيه. هلا ما بدنا نحط خس، بدنا نحط جرجير. اوكي اوكي طعمتها بيكون مختلفه وفرش. شوف الالوان الطبقات الطبقات. هلا بنقدر نحط احنا اختياري المخلل والبصل الاحمر، هذا اختياري. تقدر تخلص السندويشة هيك وتقدر تحط اختياري. انا اختيار جميل جميل انا كمان بحبه. تعطي زاكي المخلل. بتصفي انت لما تاكلي لقمه السندويشة فيها كثير اطعمه مختلفه بنفس اللقمه. صح. انا بحب النكهات المتداخله. صح. ما بحب الاكل اللي بيقولوا له يعني هذا الرو يعني اللي ما بيسك وما فيه طعمه. كل مثلا هيك خياره بس. صح صح صح. مش ضابط. لا وحتى الالوان، شوفي الالوان كيف بتكون جميلة، تعطيها منظر جداً. الصيف جدا حلو. اوكي هلا اخر شيء بنحط بالطبقه الثانيه الزيتون المهروس. هلا كل بيت فيه جميل. زيتون عشان ما ينكب بعد فتره الزيتون بترى. فست البيت عشان ما يضيع زيتون تهرسه، تقيم البزر منه وبتصير تحطه بالثلاجة ووقت ما بدها بتحطه على السندويشات. فكرة هاي ممتازة. عشان أنا عندي لأنه زيتون خلص بيقولوا لك همط زي ما بيحكوا. أيوة أيوة قرب يعني بده يعني شوية مش عارف شو بدي أعمل فيه. والله فكرة هيك بتسوي ممتازة. بس بتضربيه على الخلاط بعد ما تقيمي منه البزر. بتضيفي عليه أي شيء ولا هو هيك بس؟ ولا شيء لأنه هو كله زيت مهروس فبحس فهلا زي ما إحنا شايفين هون اللي عندهم زيتون قرب يعني يصير طريق كثير يعملوا هاي الشغلة. شفتي هلا هون بنسكرها وبعدين بنقص السندويشة. والقص بده احتراف. بس وكبيرة لأنها بصراحة فبدك بدك شوي شوي وبحذر شديد. والله إنها سندويشة مبتكرة جدا وجميلة وفخمة مختلفة فخمة جراند يعني جميلة. فهلا احنا بنحطها هون وبتتقدم يا مع فرايز يا مع بطاطا مقلية يا مع بطاطا مقلية. هلا مش عارفين كيف حطنا كبيرة كثير. خلينا نشوف او بنقدر نسويها هيك لتبين بالضبط. وبتقدر تقدمي معاها سلطة. انا جبتها قلت صيف حلو المنظر تقدم مع السلطة. بس حاطة وخس وخس بس شوية نعنع كأنه نعنع ناشف وتبلتها بس ليمون وزيت زيتون وملح وبس ما في داعي للفزلك الزايدة. رائعة جدا شيف لبنى، دائما فعلا افكارك جميلة. اليوم عملنا الستيك مع الحمص والزيتون المهروس من تحت ايدين شيف لبنى وردة الجميلة. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا الله يسعدك. واحنا اعزائنا المشاهدين عم نتمنى لكم يوم حلو بس فقراتنا مستمرة حتى الساعة 10:00. خليكم معنا.